عقلي محتار، ما يبقاش عقلي محتار، دوبي انا تبيتو، هذا كل ما شو الشاب تمنيتو، العربي كيضحك عليه زعما هو عنده صوص واعر اعتبرت هذا النار، كيضحك. اعتبرت هذا. نشوف معكم نشوف فيديو حتى في حلقه جديده من الحلقات ديال الطالعه. اليوم فيديوهات عاوتاني جداد نطلعوا نضحكوا مجموعين. شوف هذوك الحاسد الكابا، دوك اللي كيبقاو يسعفوا في الكومنتير، دوك السعايه، دوك باردين الكتاف، ما تبقوش كومونتيو للناس وليا انا بعدا نهضر على راسي. ما تبقوش كومونتيو ليا في فيديوهات، راكم نتوما غير الحاسه وطالعين في الراس صاحبي. حتى الناس اللي تيجيو يكومونتيو ولا شي حاجه تلقاو غير السعايه صاحبي. تما صاحبي مالهاش الطبيعه الخاويه، ما عندكش صاحبي نفس نوض انت تقاتل وتصايب محتوى وتصبر مع الوقت وتطلع القهد ديك بدراعك. ما عندكش النفس، ما عندكش ليكوي باش تنوض تقاتل دريات ودراري. السعايه صاحبي شاد صاحبي، راه المرضى صاحبي هذا صاحبي. اي كومونتير غلقى دي السعايه غادي نباني مولاه. راه يوتيوب مره في 3 شهور ولا 6 شهور كدير واحد الحمله كتحيد دوك لي شان، كتحيدهم ما كتعقلش، كتحيد كلاشين ديك الا كنتي ديجا انت كدير تبادل الاشتراكات. اذا انت اش كتخور صاحبي، راه ما طلعلكش لاشين هكاك. المهم من الاخر غلقى شي واحد باقي كيسعى شبك مع سام البو ستات مادام. خليو الناس كومونتير صاحبي تعبر، وكاين اللي كي فيه واحد الطبيعه كيهبط كيبقى كيقرا لي كومنت، كيبغي يقرا الكومونتيرات كيلقاك السعايه صاحبي. فاك صاحبي ما رضوناش صاحبي ويلي. انا غادي نصلي العصر نرجع نلقى فيك. والله يا ليان. عليكم السلام. ويك حشيش جواز عشيد ما عنديش كملات. حنا طلبة صاحبي، تعاون طلبة. الطلبة هذيك يقولوا في دار، في دار ديك الدار اللي على بالكم فهمتي، الدار الضمانة كيقولوها في ديك الدار اللي على بالي بالكم. هاد الدخلة ديال حنا غير طلبة ما يبلك ماما وخليتك. الله يجعل ربي يحن عليك. اسمح لي تقدر تمشي من مكان العمل عشيري. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ريال زوينة عشيري، حلوة عشيري. الله يعفو عليك عشيري، العفو على عشيري. شو عطاه الاخر ما عطاش المحسوبية والزبونية هادي واخا كتنقلو ماتريكس العفارت يعني. الله يسهل غزلان معانا. هاي يا تسكتب لي تسكتب لي تسكتب لي طيب لي والله حبك. ان شاء الله منجي عدي المغرب غنديك عد الشاب العربي بوسيه. انا وخاص انا يا بوسي لي الشاب العربي ما محسوبش ما نغيرش منجي الله حبك لما بوسيه غزلان. ان شاء الله منجي عدي المغرب غنمشي عد الشاب. شو شو الشاب العربي كي كيدير فيها كيشوف فيها العربي بالطنوبيل تهبط الجاجة غيجي عندنا من الطنوبيل نهبط لك الجاجة بوسيه ونطلع الجاجة ومشي. عجبو الحال. الله يحفظك. كنت كنفرحوا لها القرايد راه كيبوسوها عماته وخالاته. فرحوا لي القرايد. كيف تسميه؟ شاب العربي هذا الكلب هذا راه زوين، راه كي راه زوين. شوف راه حامل العربي في الحال حامل كلاب في الدار ملائكة حرام. واه كتصلي بعدا هي شنو قال؟ قال لك شوف كيشوف لها في السر. شوف واش شاب العربي تدخلناك الدار نمشي بها تضرب مرا وانا ما بقاتش حرام هادي تشوف لها في المسائل. تشوف فيا انا صح، تشوف فيا انا دوي معايا شاب. واش شوف فيك؟ شوف فيك عندي الغزه. سيري لبسي عليك شي حاجه كحله، سيري لبسي عليك شي حاجه كحله. غير زعما قلت لك كنت غنقلب على امك شي مايله فيها شي برد برد. سيري برد لبسي شي خرايا وجوا تبدا تحرق لي بدم يا غزلان. سيري تعاودي سيري سيري انا حاسس رديت مع نزار بحال هكا مع العطس مع العطس عطبك الله عندها لي هون مش مسكين دار لي هون مش مسكين دار لي هون. والله اللي كتشاف عربي انت كتعرف هذا الشيء صح. انت واش شاف عربي انت ما كدير راسك بوهان والله تا عندها لي هون اخويا بالله. لا انا عندي ما بغيتش تهبط صافي. تبغي الشاب العربي انا تدخلني لدارك بحال هكا وتكون شي وحده بحالك مرتك ونبدا نقول لها بحال هكا؟ لا خويا انا 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 ما مشى هبط كونيكسيو بالعاني ومشي كفت. ولكن يا ربي الدراري تكون كونيكسيو من عندو يا ربي حيت هو ما عندنا ما نديرو بيه. فهمتي انا اللي خاصني رجعت رجعت. لا ما عندك انت، ما عندك انت. لا لا ان شاء الله من عندك الشاب عربي ان شاء الله من عندك. قلت لك
قلت لك انا ماتي ما نقدرش ندخل اخويا في السوشيال ميديا. اوه لا لا مرتك راه باش تقدر تدخلها حتى الماكدو تشات حتى مرتك راه مرتك ان شاء الله ما تكونش اودي على الشاب العربي لا كونيكسيون لا تلعب. ناري حط الشطاب الشطاب حطها هنا وكيقلب عليها. ويلي اش كيقلب عليها مسكين من نايز. ناري سبحان اللي ما يساوي لا ينام اش قلاب عليها مساكي. ايوا الرجال ويلي على تحشيم كتموت عليه في الضحك مسكينة دابا باين عندو المشاكل دخونا شبعان مشاكل. الله محمد سبحان من خلقك شو الابداع شو الابداع الله يعطيك العز مد الله راكم فيه صاحبي. ايه صاحبي سلام اشيري اشيري احسن البوم 2022 ما عندكش مع موسيقى صاحبي فكاهي 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 بزاف يدير العقل خاصو يدير العقل. المهم الاخوان بالنسبه للحكم الحكم اليوم كان اليوم كانت الجلسه واليوم تنطق بالحكم. الحكم كان هو سنه سجن 30 الف درهم مليون تعويض و 3000 درهم غرام. هذا هو الحكم اللي صدر اليوم على اسامه عام ديال الحبس و 3 المليون. جمعوا له فلوس الادسنس بقاو كيحسبوا له داكشي كاع اللي ربحوا غادي يحطوا ديال التعويض و 60 الف ريال غرامه. نتمنى ان هذا العام حيت دابا عام تعرف على اللي غرقوه. نتمنى ان هذا العام اللي يدوز في الحبس يخرج انسان اخر يعرف مع من يتصاحب. بس ما تشفوش فيه واخا هو كان مزبله وكذا ويستاهل ولكن فهمت نتمنى يدير العقل واخا راه عام الحبس راه قاصح اخويا الحبس راه ما تبغيهش حتى لحد حتى لعدوك ما تبغيهش. عطاك راه دروج ويه احسن موتيفاسيون عطيه عاوزين اضرب لي مع راسك هاكا البارود. شنو هي هادي ويسكي يعني. اما كاين يضرب الطاسة ونسى القرطاسة. اللي غني الاغنية الاولى يبدا هو حيت هو اللي ديف خاص عندك. خفتي سير بداتي وبي اللي بدا لو تشعر محتار دون بيت ضيعت ما يبقاش عقلي محتار ما يبقاش عقلي محتار دوبي انا تبيتو هدا كلمة تبنيتو شو الشيء بعرفي كيضحك عليه زعما هو عنده صوص واعر حتى برد هذا النار حتى برد هذا او لو تشعر محتار دون بيت ضيعت ما يبقاش عقلي محتار ما يبقاش اخر الطوبي انا تبيتو هذا كل شاب العربي كيموت عليه. هذه هي الشبكه كتضحك على الغربال كون قاعد يا حبيان شو تضحكوا عليه شو قد دسر عزيز باش تكون رجلك كبده ما عرفتش واش كيضحكوا عليه حيت رجله كبيره ولا حيت لابس تقاشر في الحمر ما فهمتش.
اش لي تقاشر تقاشر مزيان يسقدو وتصرا عنده فلوكه هادي تفرك عليها وتحرق مزير جلين. بون انا بيض طويل سميتي عبدو الضفار. بالنسبه لهذا يعني بحال نقولوا رقيق الى سبورتيف. طول طويل وي دونك سا مارش. هذا مكان وعندي دوزيام اني ماستر. كنميل للخضوع للانثى يعني كنبغي السيطره ديال الانثى كومبليتمون. كنبغي التفوق ديال الانثى. كنبغي الانثى تكون قويه ليا وصحح مني. يلا ما تنعودي لي لك انت الطول ديالك الفورما الى اخره الى اخره. هو كل قال كتبغي المراه تحكم فيه وهانت جاب لك راجل تغتاص به. رويجل ماشي راجل بزاف عليك راجل. هذا راجل راه كاين هذا النوع اخوتي والله. حتى كنسخر ديال الفيديو اخوت في الفيديوهات اللي دوزت لكم اليوم كنبغيكم بزاف وصحاب السعايه الله يهديكم. بعدوا عليا واحد شي شويه كنبغيكم بيس الله باش نلقاو في فيديو جديد.